أحد الإخوة الثقات في هذا البلد نقل لي القضية التالية. قال أنه عندنا واحد من الجيران، هذا عنده ابن، هذا الابن في حوالي 13 عام، هذا ابتلي بعينه، تورمت عينه، حدث هنالك تورم في عينه، ورم شديد. يقول مثل واحد اللي لكم في عينه، شلون إذا واحد ملكوم في عينه شلون تتورم ذلك المكان، يقول هكذا. وأخذ يخرج من عينه ماء أسود، هو كان يعبر عنه يشبه مياه المجاري بالشكل. يقول الابن هواي كان في وضع مؤلم وشديد، فأخذه إلى لندن، الأطباء هناك اجوا وفحصوه وقالوا هذه حالة مأيوس منها، أي علاج ما إلها في أي مكان من العالم، ولكن بعض العلاجات التي لا أمل فيها هالشكل. من هذا المرض قالوا أكو في كل العالم 16 حالة فقط، 16 حالة مسجلة، بس لعل الحالات الواقعية أكثر من ذلك، لكن المسجل لدى الأطباء في كل العالم حسب إحصائهم 16 حالة، وماكو علاج. أي طبيب في أي بلد من بلاد العالم ما عنده علاج لهذا الشيء. هذا انبقى مدة هناك مع العلاجات العادية ثم رجع إلى بلده. واحد من المؤمنين اقترح عليه، الآن انسدت عليك الأبواب الظاهرية، فلجأ إلى الأبواب الواقعية. واحد طبعا قبل انسداد الأبواب الظاهرية لازم يلجأ إلى الأبواب الواقعية، مو أنه بعد ما انسدت إليه يلجأ، لا، واحد قبل الأسباب الظاهرية ومع الأسباب الظاهرية وبعد الأسباب الظاهرية يجب أن يلجأ إلى السبب الواقعي، ولا ينافي هذا أن يلجأ إلى الأسباب الظاهرية أيضا. قال له روح إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه واطلب منه أن يكون شفيعا لك عند الله. هذا الرجل ضعيف الإيمان شوية، مو الإيمان بالله، لا، الإيمان بهذه القضايا، مثل كثير اللي فقط يؤمنون بعالم الطبيعة ولا يؤمنون بعالم ما وراء الطبيعة. عالم الطبيعة عالم صغير جدا في قبال عالم ما وراء الطبيعة. ما كان عنده أمل، فأصر عليه هذا الصديق أنه روح إلى الإمام الرضا، شنو الإشكال في ذلك؟ فأخذ الطفل متأذي، طفل عمره 13 سنة يعاني هذه الحالة في عينه، فذهب إلى الإمام الرضا صلوات الله عليه، ثم عاد إلى هذا البلد، ثم ذهب إلى لندن وعرض الحالة على الأطباء. الأطباء شافوا الحالة فذهلوا ودهشوا، قالوا لأنهم شنو سويت مع هذا؟ قال كل شيء ما سويت. قالوا جذور هذا المرض قد انقلعت تماما، أي جذر من جذور هذا المرض ماكو، أنت شنو سويت في هذا؟ هذا في العالم طبيا ما إلى علاج، شنو سويت؟ قال كل شيء ما سويت. قالوا مو معقول، ما الذي فعلت؟ قال كل شيء ما مسوي، خجل يقول. فأصر على أنه أنا ما مسوي شيء، فرجع إلى البيت، يقول بلي الإجالة طبيب مسيحي في بيته، وقال له أنه أنت شنو مسوي؟ إحنا خابرنا الأطباء في أمريكا وفي كندا وقالوا محال أن يوجد علاج لهذا المرض، وأنت حقق أنه هذا شنو اللي مسوي؟ فقال في الواقع بعد إصرار ذاك الطبيب المسيحي في بيته، قال في الواقع شيء من قبيل الدعاء. هذه العبارة يقول قلت للطبيب المسيحي. الأخ اللي موجود هنا يقول الآن ذاك جارنا عنده تقرير من أطباء لندن، وهذا التقرير أنه هذه الحالة المرضية التي لا علاج لها طبيا شوفيت بالصلوات، يعني التوجه إلى الله سبحانه وتعالى، شوفيت بالصلوات. ويقول التقرير الآن موجود عندنا.